معنا في الموضوع هذا كان أول تقريبا أول أهم معنا مشروع هام قامت فيه تنسيقية بإسناد من انترناشونال أليرت هو مشروع الخارطة المفتوحة اللي تمثل في إنه المجموعة هذه يعني تعرفوا فما كيما مثلا جوجل ماب لكن جوجل ماب فيها حقوق تأليف ماشي مفتوحة ما تنجمش تدخل تبدل المعطيات اللي فيها لكن ثم معناها برمجيات ومواقع أخرى معناها ستيت ماب هذه معناها موقع اللي من خلاله الشباب هذي دخلوا وبعد دورة تكوينية داروا في الحي نتاعهم وعاودوا ثبتوا مثلا في الأنهج الصحاح والروتين شافوا فهموا شنو هي الحاجات الناقصة اللي موجودة في حيهم واللي مش موجود شافوا مثلا النقاط السوداء فيما يخص النظافة وجمع الكمامة وكذا وهذا يضع مكانهم بالطبيعة من معرفة حيهم بشكل أوضح ومن أنهم يتحدثوا مع السلطات ويطالبوا بتحسين الأوضاع تاع الحي تكون عندهم معطيات ملموسة. الحقيقة احنا بدينا من لو 15 أو 30 شباب من مختلف الجمعيات وحاولنا أنه ندمجوهم باش نأهلوهم للحكمة الرشيدة أنه يشاركوا في مجال العمل البلدي وميزانية تشاركية وكل دونك مش سهلة الخدمة مع شباب بالعكس هي صعيبة برشا خاصة أنك باش تقنع شاب عانى من التهميش وعانى من البطالة وعانى من الحقرة كما قالوا هما معناها وكأنه مصنفين فهمت بس صعيب ياسر بالشاب يعيش هذايا الكل ويعاني هذايا الكل وتجي انت تقول له اجا باش تخدم باش نغير حياة الضامن دونك اوتوماتيكمون نقول لك كيفاش باش تغير حياة الضامن وكيفاش باش تغيرني انا وكيفاش شنو عندك باش تقدم لي كانت الخدمة بالحق صعيبة من الأول وصعيب حتى أنك باش تقنع شاب وخاصة أنه شاب متخرج وعانى من البطالة والآخر يقرأ وثقل قدام وثقل تالي لأنه يكملها لأنه يوقف لأنه مصيره شنو هي مصيره البطالة ولكن الحمد لله معناها وفقنا شوي بشوية وخاصة بعد الفورماسيون اللي تعملوا وحاولت اني في كل ايفينمون تابعه للسلطات انه ندخلوا ونفرضوا رواحنا على السلطات وشاركت الشباب معايا كل ما نمشي نهزهم معايا في وقت اللي لقاو رواحهم هكاك كسبوا الثقه ولقاو رواحهم انه ينجموا ياثروا وقتها قالوا اي احنا معاك وتوجدوا. بالنسبه للاوتي اللي خدموا عليه لو سيستيم دافورماسيون جيوغرافيك اللي خدموا عليه الجماعه اللي هو اوبن ستريت ماب هو سي ان اوتي اوبن سورس محلول للناس الكل. اي واحد ينجم يعمل فيه كونت يدخل يبر انسيني لونهج اللي بحذاه في الحومه نتاعو سمي البلايص مركز شنو الكوميرس اكسيتيرا. علاش اخترنا اوبن ستريت ماب باش نخدموا عليه الاولاد؟ اول حاجه على خاطر انوتي غراتوي سامبل اوتيليزي و justement بعد الفورماسيون اللي بنهارين الاولاد لقاو رواحهم يسون انتريسي بار سيت اوتي لا اللي هما ينجموا يبدلوا حاجات سورتو كو او نيفو دو لا كارتوغرافي كو سوا حتى على جوجل ماب ما فما حتى شيء او نيفو حيط ظلم معناها حتى تحط حيط ظلم مش معروف دونك توا الجماعه خلطوا باللوتي هذايا سيكو عملوا كارتا كامله اون ديتاي نتاع حيط ظلم و ابارتيغ من الكارتا هذايا واللي ينجموا يعملوا لي زارغومون تاعهم بارابور ا لوغ شوا في البيدجي بارتيسيباتيف اللي هما داخلين في النيغوسياسيون تاعو في البلديه. كيما حكى واحد من الاولاد التصويره اسهل بياسر من انه يكتب له كتاب بور ارغومونتي علاش يخدم على الضوء في النهج الفلاني وما يخدمش في البلاصه الاخرى. دونك هذه الباز منين خرجت ليدي وعلاش باش يخدموا بها. اذا كان انت عندك لا باز دو لا كارتوغرافي موجوده تنجم تبني على حاجات واحد اخرين. نجم تقول انا مثلا تو سكي بلان داميناجمون اوربا نجم نكبر الزون هذيا فين وعلاش دوك هو لوتي هذا سي ان اوتي ديد على ديسيزيون اون فان كونت. بدينا بالفورماسيون كارتوغرافي سور البلاتفورم اوبن جافا اوبن ستريت ماب. الخريطه كملت في ما يقارب الشهرين عملنا فورماسيون دو جور وانطلقنا معناتها في الخدمه هبطنا سور التيران كنا نلموا معناتها المعلومات باش نحطوها على السيت. لقينا برشا صعوبات الحق فما ناس معناتها ما فهمتش فاش قاعدين نعملوا فما ناس ربطتنا بالارهاب ويسكن احنا معناتها ناخذوا الديار الى اخره فما ناس معناتها ما كانش معناتها يعرف رقم دار ولا رقم الحي النهج نتاعو ولا حتى لقينا معناتها مشاكل في اسماء مدارس و وانهج واحياء لانه ما كانش محاينة عند البلديه وحتى المواطن بيدو يمكن ما يعرفش والسلطات رجعت معناتها على ضوء هذاك رجعت معناتها
البرنامج نتاعهم، جابوا دي سبيسياليست وقالوا انه معناتها يستحق اكثر فلوس ويستحق اكثر خدمه، ومش كان اللي سيزمو يتصلح لانه راجل داير بيه كيف ما قلت لك، الكياسات الضوء كل شيء.